مشاهدينا الكرام، سلام من الله عليكم وأهلا بكم في نهاية أسبوع آخر وحلقة جديدة من 60 وتتابعون فيها. ترقب محلي ودولي لانعقاد مجلس النواب الأسبوع المقبل من أجل منح الثقة لحكومة الوفاق. ما يعرف بتنظيم الدولة يشن هجمات على بوابة سدادة ومنطقتي القلعة وبن جواد، وتحذيرات دولية من ارتفاع عدد عناصر التنظيم في ليبيا إلى 6000. بعد قرابة السنتين من العمل خارج ليبيا، سفراء غربيون يزورون طرابلس ووعود بإعادة فتح سفارات بلدانهم في القريب العاجل. تنتظر الأوساط المحلية والدولية انعقاد مجلس النواب الأسبوع المقبل لمنح الثقة لحكومة الوفاق، انتظار سبقته تطورات عدة، منها ما جاء عقب لقاء رئيس مجلس النواب عقيل صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بمناقشة آليات منح الثقة لحكومة الوفاق، إلى جانب تأكيد نائب رئيس مجلس النواب محمد شعيب اجتماع لجنة الحوار للتشاور في حال عدم حصول حكومة الوفاق على ثقة البرلمان. في غضون ذلك، دعا عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي وصفوه بأنه أصبح طرفا في الصراع السياسي، وأعربوا عن رفضهم لتشكيل المجلس الأعلى للدولة. نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا عبر الهاتف من طرابلس، عضو مجلس النواب علي التكالي، ومن العاصمة البريطانية لندن عبر سكايب الناشط السياسي مفتاح لملوم. أرحب بكما، وقبل أن نبدأ النقاش أدعوكما ومشاهدينا الكرام لمتابعة هذا التقرير. أبدى رئيس مجلس النواب عقيل صالح استعداده لتقديم ضمانات إلى النواب المؤيدين لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني خلال جلسة البرلمان القادمة، ضمانات اشترط خلالها النواب المؤيدون وجود مراقبين محليين لحسن سير الجلسة بشكل ديمقراطي، بالإضافة إلى تأمين الجلسة على أن يكون البند الوحيد فيها هو بند منح الثقة لحكومة الوفاق، فيما يطالب آخرون بتقديم بند التعديل على الإعلان الدستوري. تطورات أعقبها لقاء جمع رئيس مجلس النواب وعددا من الأعضاء بالنائب الأول لرئيس البرلمان محمد شعيب في القاهرة، أكد فيها أن لجنة الحوار ستجتمع للتشاور في حال عدم حصول حكومة الوفاق على ثقة البرلمان. لقاء آخر شهدته القاهرة هذا الأسبوع بين رئيس مجلس النواب عقيل صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، وقد تمت خلاله مناقشة آليات منح الثقة للتشكيلة الوزارية التي اقترحها المجلس الرئاسي، إما بالتصويت عليها كتلة واحدة أو أن يتم التصويت على الوزراء كلا على حدة. غير أن رئيس مجلس النواب عقيل صالح صرح لاحقا بأنه لا يعترف بالخطوات التي قام بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني طالما لم يحصل على ثقة البرلمان. كما شدد صالح في تصريحات تلفزيونية على توفير ضمانات لعملية الكرامة والقيادات العسكرية وفي مقدمتهم خليفة حفتر. تصريح عقيلة سبقته دعوة من عدد من أعضاء المؤتمر الوطني طالبوا فيها بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي وصفه بأنه أصبح طرفا في الصراع السياسي، كما أعربوا عن رفضهم لتشكيل المجلس الأعلى للدولة لعدم مراعاته التمثيل المتوازن للدوائر الانتخابية والتيارات السياسية المشاركة في انتخابات المؤتمر. أمام هذه المواقف المتلاحقة، لا يزال المجتمع الدولي يدعو إلى منح الثقة لحكومة الوفاق الوطنية. أهلا بكم من جديد، ونبدأ الحوار مع ضيفينا، ونبدأ بالسيد علي التكالي. سيد التكالي، يعني هل ترى بأن لقاء السيد رئيس البرلمان عقيل صالح مع السيد رئيس الحكومة فايز السراج في العاصمة المصرية القاهرة ومناقشتهم لآليات منح الثقة لحكومة الوفاق يمكن أن يدفع باتجاه عقد جلسة كاملة النصاب الأسبوع المقبل لهذا الغرض؟ مساء الخير سيد محمد وضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. أما فيما يخص لقاء السيد السراج والمستشار عقيل صالح في القاهرة بخصوص التباحث حول
الاستحقاقات التي يجب على البرلمان في طبرق أن يقوم بها خلال الأيام القادمة، وهي منح الثقة للحكومة والتعديل الدستوري. أعتقد أن ذلك اللقاء أعتقد يوسف قطري أنه لم يصل إلى توافق كامل ما بين السراج وبين عقيلة. نعم. وأن الموضوع حاليا من بداية الأسبوع الماضي، من يوم الاثنين الماضي، هاتان النقطتان محل تشاور ما بين أعضاء البرلمان، سواء كان الأعضاء الداعمين للحكومة أو الأعضاء المعارضين لها. جرت عدة جلسات تشاورية خارج قبة البرلمان لمحاولة الوصول إلى اتفاق أو تقريب وجهات النظر ما بين الطرفين، استعدادا للجلسة التي قد تكون يوم الاثنين القادم بإذن الله الموافق يوم 18 أبريل. نعم. نعم. طيب دعني أتحول بالحديث للسيد لملوم. سيد لملوم، نائب رئيس مجلس النواب السيد محمد شعيب أكد في القاهرة أن لجنة الحوار ستجتمع لتشاور، وذلك في حال عدم حصول حكومة الوفاق على ثقة البرلمان. ما الذي يفهم من هذا التأكيد؟ تحياتك أخي محمد، وتحياتي لضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة ليبيا الأحرار. هذا التأكيد يبدو أن حتى السيد كوبلر قد أشار إلى ذلك، أنه إذا مجلس النواب رفض إعطاء الثقة لحكومة السيد السراج، فبكل تأكيد لابد من العودة إلى لجنة الحوار ومن خلالها بالإمكان النظر فيما يمكن أن يحدث بعد ذلك. ولكن في تصوري، حتى لو أن مجلس النواب لم يعطي هذه الحكومة الثقة وتحجج بأعذار واهية، وربما قد يتغيب البعض أو تمارس ضغوط على بعض آخر، أو قد لا تجاز وثيقة تسخيرات وتلحق بالإعلان الدستوري، وبالتالي هناك من يتحجج أن حكومة السراج لا يمكن للبرلمان أن يعطيها الثقة إلا بعد أن يتم تعديل تضمين الوثيقة للإعلان الدستوري، وبالتالي هناك حجة قانونية يريدوا أن يختفوا من ورائها أو يستتروا من ورائها. هناك ما يشير على أنه في احتمالية أن لا تعطى هذه الحكومة ثقة، أو أنها من يشترط أن تكون الجلسة لإجازة وثيقة تسخيرات وتضمينها للإعلان الدستوري، وبالتالي تصبح قانونية، وأصبح إعطاء الثقة لحكومة السيد السراج جائزة قانونيا وشرعيا. فتحت هذه الدريعة بالإمكان ألا تحوز السيد السراج ثقة الحكومة، أو هناك مشاكل ربما تتعرض في جلسة الاثنين القادم إذا لم يجد الفريق المعارض أو المطالب بضمانات للسيد خليفة حفتر وللجيش مثل ما يقولون الضمانات المطلوبة والإبقاء عليهما. طيب دعني أعود بالحديث للسيد التكالي. سيد التكالي، يعني في هذا الإطار يعني برزت عدة مطالب لعدد من الأعضاء عملوا على عدم اكتمال نصاب عقد الجلسات، وذلك بحسب تصريحات رئيس البرلمان. ما هي طبيعة هذه المطالب، و لماذا لم يسرع البرلمان بتلبيتها إذا كانت هذه المطالب ستؤدي لمنح الثقة لحكومة الوفاق؟ أعتقد بعض المطالب ممكن قبولها، ممكن مناقشتها داخل قبة البرلمان، لكن هناك على سبيل المثال آلية منح الثقة للحكومة، الطرف المعارض للحكومة يطرح آلية أن تعرض الحكومة أسماء الوزراء وزيرا وزيرا، نعم، وليست حزمة واحدة، وبالتالي كل وزير لو اعترض على وزير واحد 40 نائبا فيعني ذلك أنه خارج الوزارة ويستثنى اسمه من الوزارة الجديدة. نعم. ويطرحون كذلك أن إذا كان عدد الوزراء الذين لم يتم الموافقة عليه من البرلمان 6 أعضاء، يعني ذلك أن الحكومة تسقط بالكامل ويجب على المجلس الرئاسي إعادة تشكيل الحكومة من جديد. نعم. لكن هناك نقاش حالي ما بين الطرفين، وإن كان الأعضاء الموافقين أو المعارضين للحكومة، يعني ممكن إجازة الحكومة ومنحها الثقة مع بعض التعديلات البسيطة، الاعتراض على وزير أو اثنين، هذا أمر ممكن ومقبول. نعم. لكن أن نعترض على وزارة بالكامل عدد 16 وزير تقريبا، نحن نعلم أن الحكومة الأولى التي كان عددها 32 وزيرا قد تم رفضها بالكامل من أعضاء مجلس النواب وتحت قبة البرلمان، نظرا لأنها حكومة موسعة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعاني منها الدولة الليبية. نعم. وبالتالي المجلس الرئاسي اضطر إلى أن يشكل حكومة مصغرة عدد 16 وزير،
ولكن حتى هذه الحكومة، الطرف المعارض للحكومة، يحاول عرقلتها وعدم تمريرها. نحن نقبل ببعض التعديلات، نحن نقبل ببعض الأشياء التي لا يمكن أن تمس بجوهر الاتفاق السياسي أو مخرجات الاتفاق السياسي. أما فيما يخص النقطة الأخرى وهي الالتزام الآخر أو الاستحقاق الآخر وهو التعديل الدستوري، هناك بعض الأعضاء البرلمان يحاولون إدخال بعض البنود وانحذف بعض البنود من وثيقة الاتفاق السياسي. نحن نعلم يا سيدي أن الاتفاق السياسي كان من بين عدة أطراف، التقت هذه الأطراف وخلال سنة ونصف من الحوار واتفقت وخرجت في نهاية الأمر باتفاق سياسي كامل تم التوقيع عليه من جميع الأطراف. لا يمكن لأعضاء مجلس النواب أو مجلس النواب بشكل كامل أن يغير أو يحدث أي بند من البنود أو إضافة أي بند إلا باجتماع للحوار بين الطرفين. طيب واضح سيد التكالي، واضح. سيد لملوم، يعني على الجانب الآخر، يعني هناك عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام طالبوا بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، واصفين هذا المجلس بأنه أصبح طرفا في الصراع السياسي. يعني كيف تفسر هذا الموقف وتأثيره على مستقبل هذا الاتفاق؟ سيدي، نحن نرى الآن أن هناك من يريد أن يعرقل المسيرة. حكومة السيد السراج ربما تبقى أمامها سنة ونصف، وفي هذه خلال سنة ونصف لا أعتقد أن بإمكانها أن تحقق الكثير. إذا استطاع السيد السراج أن يعد ليبيا أو يعد خلال المرحلة القادمة انتخابات برلمانية جديدة، ويعد المرحلة القادمة التي ربما قد تكون بدستور جديد أو لا تكون بدستور جديد، فيعتبر بالنسبة له إنجاز. هناك مجلس هناك مؤتمر وطني يعرقل، وهناك برلمان يعرقل، وهناك لكل منهما حججه وإمكانيات عرقلته لهذه المسيرة. لما لا؟ نحن جميعا غير راضون عن حكومة السيد السراج. هناك كثير من الأشياء التي لا ترضي الشعب الليبي، ولكن الشعب الليبي وصل إلى مرحلة الجوع. فهل يجوز أن نعرقل هذه، أو في نهاية الأمر ندعي أننا نمثل هذا الشعب أو نتحدث باسم هذا الشعب؟ على المؤتمر الوطني صحيح، وقفنا مع المؤتمر الوطني في مرحلة المراحل، ولكن المؤتمر الوطني أيضا يتحمل الكثير من المسؤوليات ما يعانيه الآن. المؤتمر الوطني هناك غالبية من أعضائه قد تحولوا إلى مجلس دولة، وبالتالي محاولة إحياء المؤتمر الوطني المرة الثانية هي أيضا وضع العصي في الدولي. كما أن الحديث عن التصويت في البرلمان بالطريقة التي تتفضل سيد تكالي وتحدث عنها هي أيضا محاولة لعرقلة هذه الحكومة، والاعتراض على وزير أو وزيرين بعيني ربما يرون أنهم معرقلين وأنهم لا يحموا مصالح أشخاص معينين. فالمسألة الآن تتطلب من الجميع، هذا المؤتمر الوطني عليه أن يقتنع بأنه كان سببا في كثير من المآسي. البرلمان ولد من رحم المؤتمر الوطني وبأسلوب خاطئ من المؤتمر الوطني، فعليهم أن نتحمل أخطاء الماضي. ونحن في مرحلة الآن لا بد لنا أن نسير بالطريقة التي أجمع عليها المجتمع الدولي وأجمعت عليها بعض الأطراف التي تناقشت في التسخيرات، رغم أنني كنت أشد المعارضين لذلك، ولكن لا بد أن تسير المرحلة. لا يجب أن نضع العراقيل أمام مسألة الشعب الليبي كفاءة ما عانى لحد الآن. طيب سيد التكالي، يعني ربما سيد لملوم أراد أن يشير بأن البلاد مرت بالعديد من المراحل الانتقالية. في المقابل سيد التكالي، يعني رئيس مجلس النواب أكد في تصريحات له عدم اعترافه بالخطوات التي قام بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق طالما أنه لم يحصل على ثقة البرلمان. ألا يمثل ذلك تراجعا عن مناقشته مع سراج آليات منح الثقة للحكومة وربما عن الاتفاق نفسه؟ أعتقد أن المجلس الرئاسي، سواء كان رئيس المجلس السيد فايز سراج والأعضاء النواب الذين معه، أعتقد هؤلاء أتوا من خلال اتفاق سياسي ما بين الأطراف السياسية التي تحاورت في الاتفاق، وأن هؤلاء الأسماء التي جاءت في الملحق الأول للاتفاق السياسي هذه التشكيلة خارج سلطة البرلمان وليست محل جدل أو نقاش داخل قبة البرلمان. ما هو قابل للجدال وما هو قابل للتعديل وما هو قابل للطرح داخل قبة البرلمان هو تشكيل الوزارية، التشكيل الوزارية لحكومة السراج. أما فيما يخص المجلس الرئاسي أعتقد أن هذا أمر آخر تم الاتفاق عليه ما بين الأطراف المتحاورة في الصراع، وهذا أمر لا يقبل الجدل
من اي طرف، سواء كان من طيب. البرلمان او اي طرف اخرى. طيب سيد لملوم، يعني عدد من اعضاء المؤتمر الوطني اعربوا عن رفضهم لتشكيل المجلس الاعلى للدوله لعدم مراعاته التمثيل المتوازن للدوائر الانتخابيه وايضا التيارات السياسيه المشاركه في انتخابات المؤتمر. برايك يعني هل ترى مسوغا قانونيا يدعم هذا الموقف؟ في ضمن الاتفاق ليس هناك ما يدفعهم، او ليس هناك مسوغ قانوني على الاطلاق يدعوهم لاتخاذ هذا الموقف. اتفاق الصخيرات قد حدد واضح وجلي فيما يتعلق بهذا العدد الذي اجيز في اتفاق الصخيرات، والذين كانوا في تلك المرحله هم اعضاء في المؤتمر الوطني، هم المخولون بان يكونوا اعضاء مجلس الدولة إلى جانب 11 عضو الذين سيؤخذون من قوائم الانتخابات من القوائم الانتخابية في خلال التي انتخب منها المؤتمر الوطني. ما عدا ذلك ليس هناك أي مسوغ قانوني لمن يدعي أو من استقال من المؤتمر الوطني لأن يدعي لنفسه أنه سيعود إلى من جديد إلى مجلس الدولة. طيب دعني أتحول للسيد التكالي. سيد التكالي، برأيك يعني ما الذي يمكن أن يتجه إليه مجلس النواب في حال تعرض تنفيذ الاتفاق السياسي إلى أي عوائق من خلال بعض المواقف الراهنة؟ أعتقد أن موقف البرلمان حقيقة سيكون صعب جدا إذا كان تم تعطيل، وخاصة من الأسبوع القادم، جلسة الاثنين القادم، لو تم تعطيل اتخاذ الإجراء اللازم قبل البرلمان بالقيام باستحقاقاته، أعتقد أن وضع البرلمان سيكون محرجا سواء في الداخل أو في الخارج. نعم. وبالتالي سيكون يعني تخلف البرلمان عدة خطوات على رأي المواطن الليبي الذي نراه يعاني كل يوم من نقص في الحاجيات ونقص في السيوله ونقص في كل الامور. نعم. وبالتالي نعتقد ان البرلمان الى غايه اليوم هو متاثر عده خطوات على الراي العام البيبي الذي يطالب كل يوم طيب في الاسراع والتسريع في اتخاذ خطوات عمليه ترفع المعاناه عن المواطن. نعم. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام الملف الأول من 60. نشكر ضيفينا عبر الهاتف من طرابلس عضو مجلس النواب علي التكالي، وندعوك ضيفنا من لندن عبر سكايب الناشط السياسي مفتاح لملوم للبقاء معنا. شهدت البلاد خلال الأسبوع الماضي هجمات متفرقة لعناصر تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة. إحدى الهجمات استهدفت نقطة أمنية قرب سدادة شرق مدينة مصراتة وخلفت قتيلا وأربعة جرحى، واشتباكات أخرى جرت مع التنظيم على مشارف منطقة بن جواد، فضلا عن هجوم على منطقة القلعة قرب بني وليد. ويأتي ذلك تزامنا مع تحذيرات دولية تشير إلى ارتفاع أعداد عناصر التنظيم في البلاد. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا عبر الهاتف من طرابلس الباحث في الجامعات الإسلامية السيد شكري الحاسي، ومن تونس عبر الهاتف الخبير في الجامعات الإسلامية إعليا العلاني، ولا يزال معنا عبر سكايب من لندن ضيفنا في هذه الحلقة الناشط السياسي مفتاح لملوم. وقبل البدء في النقاش ندعوكم لمتابعة هذا التقرير. خطر ما يعرف بتنظيم الدولة أصبح يشكل تهديدا متصاعدا لأمن الوطن واستقراره، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لمواجهة تهديد الجماعات الإرهابية قبل انتشارها على نطاق أوسع في البلاد. هذا ما أكده المجلس الأعلى للدولة في أعقاب الهجوم الذي شنته عناصر تابعة للتنظيم على نقطة أمنية تبعد قرابة 3 كيلومترات جنوب سدادة شرق مدينة مصراتة صباح الثلاثاء الماضي، اعتداء أدى إلى سقوط قتيل وأربعة جرحى. الهجوم على بوابة سدادة سبقه هجوم آخر للتنظيم على منطقة السدرة، حيث جرت اشتباكات على مشارف منطقة بن جواد مع بعض عناصره، غير أن قوات جهاز حرس المنشآت سيطرت على المنطقة بالكامل بعد تقدم سرية استطلاع تابعة لحرس المنشآت تجاه بن جواد. تحركات التنظيم امتدت أيضا نحو منطقة القلعة قرب بني وليد في هجوم أسفر عن مقتل 3 من منتسبي رئاسة أركان الجيش الليبي في طرابلس.
يأتي ذلك فيما يعيش سكان مدينة سرت التضييق والحصار من عناصر تابعة للتنظيم فرضوا مجموعة ضوابط على السكان في استخداماتهم للاتصالات خوفا من تسريب المعلومات أو إعطاء أي إحداثيات لجهات قد تقصف التنظيم الذي أصبحت عناصره بحسب عميد بلدية سرت المكلف من حكومة الأزمة مختار المعداني تتنصت على مكالمات مواطني المدينة بعد اختراق منظومة الاتصالات. إلى ذلك أوضح المستشار العسكري لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا الجنرال باولو سيرا أن ما يعرف بتنظيم الدولة أصبح يتوسع بشكل مستمر في ليبيا، مشيرا إلى وجود ما يثبت ارتفاع عدد أفراده من 3000 إلى 6000 عنصر في البلاد. من جهته عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ عن الأمل في أن يساهم الحلف في إخراج ليبيا من الأزمة الراهنة، مؤكدا استعداد الناتو لتقديم دعم لليبيا سيكون بالغ الأهمية لجهود مكافحة الإرهاب ومنع تحول ليبيا إلى مكان لتعزيز قوة ما يعرف بتنظيم الدولة. نبدأ النقاش في هذا الملف مع الباحث الشؤون الإسلامية سيد شكر الحاسي من طرابلس. سيد الحاسي، يعني كيف يمكن قراءة التحركات التي يقوم بها تنظيم الدولة خاصة في هجماته على مناطق مثل القلعة في بني وليد وأيضا بوابة إسدادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة أخي الكريم لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين. أولا أخي، بداية يعني نترحم أولا على الشهداء مدينة البيضاء الذين قضوا بالأمس قتلا وحرقا على أيدي من يسمون أنفسهم بأفراد الكرامة وجيش الكرامة، وهم أيضا لا يقلون خطر على الدواعش المجرمين القتلة. فما فعل بهؤلاء الأبطال إلا أنهم حينما ذهبوا إلى مدينة البيضاء لقضاء فترة العطلة والاستراحة تم قتلهم بدم بارد وتم حرق جثثهم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم عنده في الشهداء. نعم سيد الحسن، يعني دعنا نستثمر الوقت وأرجو أن تتفضل بالإجابة عن سؤالي. هذه بداية الأخ الكريم. طبعا التحركات هذا التنظيم في هذه المناطق اليوم لا شك أن هذا التنظيم يحاول أن يضرب هنا وهناك حتى يشتت قوى الثوار وحتى يشتت قوى الثوار الليبيين، لأننا نحن نعلم أن هؤلاء هذا التنظيم من خططه الاستراتيجية هي الضرب ولو كان على حدة والتفجير هنا وهناك سواء كان في البوابات أو في المداخل. فهذه لا شك أنها تعتبر استراتيجية من استراتيجيات التنظيم، لأنه يملك العمليات الانتحارية، وخاصة اليوم في تلك المناطق النائية وهذه المناطق المترامية الأطراف، والتي نحن نقول أن هناك أيادي استخباراتية تلعب، ولعل هذه الأرقام التي نسمعها بين الفينة والفينة أن هناك الأعداد متزايدة قد يكون فيها نوع من الصحة، لأنهم هم الذين هذه الاستخبارات العالمية مع بعض الدول الإقليمية والمجاورة هي التي بدأت تلعب. طيب سيد الحاسي دعني أذهب، سيد الحاسي عذرا للمقاطعة، دعني أذهب بهذه الفكرة للسيد علي العلاني من تونس. سيد العلاني، يعني المستشار العسكري لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا الجنرال باولو سيرا قال إن ما يعرف بتنظيم الدولة أصبح يتوسع بشكل مستمر في ليبيا وارتفاع عدد أفراده من 3000 إلى 6000 عنصر في البلاد. برأيك يعني ما مدى دقة هذا الرقم؟ مساء الخير. أعتقد أن عملية مضاعفة عدد داعش والأرقام التي تقدم حول داعش هي مخيفة، ولكن يجب أن نأخذها دائما بنوع من الاحتراز. طبعا لا نكذبها، ولكن أيضا لا توجد لحد الآن أرقام دقيقة. حتى في الحديث عن العراق وسوريا قدمت أرقام ثم وقع تراجع فيها كم من مرة، ولكن الشيء الأكيد هو أن داعش دعمت وجودها في ليبيا، وهجومات داعش الأخيرة هي تهدف إلى ثلاث أشياء. أولا
هي تهدف إلى زرع الرعب، وهو سيناريو تستعمله داعش عند التخطيط لاقتحام مناطق جديدة. ثانيا هي تهدف أيضا هذه الهجمات إلى تشتيت الملاحقات الأمنية عندما تضرب داعش في أكثر من مكان. ثم ثالثا هي تهدف إلى تحصين إمارتها في سرت بعد أن أصبح وجودها مهددا في سوريا والعراق. نعم. وأيضا في ظل أخبار تتحدث عن انتقال قيادات مركزية كبيرة لداعش إلى ليبيا في الفترة الأخيرة. بطبيعة الحال تريد أن تكون منطقة سرت لا يقرب إليها أحد، وخاصة بعد أن اتخذت إجراءات أخيرة في التنصت على سكان المدينة وفي اتخاذ إجراءات ردعية ضد كل من يتجسس على تحركاتها، وهذا بطبيعة الحال يشكل خطر، وتريد داعش أن تخلق منه أمرا واقعا. طيب. خاصة في ظل استمرار الخلافات بين الفصائل الليبية المتنازعة. طيب دعني أتوجه بالحديث للسيد لملوم مرة أخرى. سيد لملوم، يعني إلى أي مدى يمكن أن يؤثر واقع وجود ما يعرف بتنظيم الدولة حاليا على أمن البلاد في ظل هذا الوضع السياسي الراهن؟ مع احترام لوجهة نظر ضيوفك وشاركهم الرأي، ولكن أضيف إلى ذلك أن داعش تسعى الآن إلى أن تشوش على ما يجري في ليبيا من محاولة وضع حكومة السيد السراج ومنحها ثقة، وفي نفس الوقت الحكومة الجديدة، وأن هذه الحكومة عازمة أو المجلس الرئاسي والحكومة عازمة على أن تبدأ مرحلة جديدة في التعامل مع مجموعات داعش في سرت. داعش أنا في تصوري عندما تحدث عنها السيد الطيب الصافي وقال داعش بمكالمة واحدة من أحمد قذافي الدم ينتهي أمرها، معنى هذا أن داعش تعتمد على الكثير من المرتزقة، والمرتزقة في حالة توقف الدفع لهم بكل تأكيد سيغادرون، إلى جانب أن هناك مجموعات من بقايا النظام السابق، وهذه المجموعات ربما هي العنصر الأساسي في داعش سرت. ولكن القول بأن أضعاف هذه أضعاف داعش في سرت قد تضاعفت في أعدادها، فهذا ممكن إلى حد كبير، ولكن لا زالت، أنا لا أعتقد ولا أتصور أن داعش قد وصلت إلى 6,000، وربما هناك نوع من التهويل حتى يعطي الانطباع على من يريدون أن يتناولوا موضوع داعش بسرعة القصوى في التعامل ومحاولة القضاء عليها، لأن أوروبا حريصة. طيب سيد لملوم، نعم، دعني أعود بالحديث للسيد الحاسي. سيد شكري الحاسي، يعني هل يمكن أن يشكل الدعم المحلي لحكومة الوفاق عنصرا مساعدا لمواجهة خطر التنظيم؟ هو أخي الكريم، لا شك أن هذا أيضا أحد الأسباب الرئيسية لتحرك هذا التنظيم اليوم، لأن نحن نعلم أن هذا التنظيم يتم تحريكه، ولهذا اليوم حكومة التوافق اليوم لا شك أن من الأسباب التي تعيق حركة الحكومة اليوم هو تحريك هذا التنظيم هنا وهناك، ولهذا نحن يعني رأينا وسمعنا تصريحات قديمة وجديدة وحديثة هي التي تعمل وتصب في هذا الاتجاه، ولهذا نحن نقول أن التوافق اليوم في ليبيا هو أحد أسباب القضاء على هذا التنظيم المجرم، لأن لا شك أن هذا التنظيم سوف يتزايد ويتضخم كلما كان هناك انقسام وتشرذم، وهذا ما يخدم أيضا الأطراف الأخرى التي لا تريد التوافق أن يتم، كما رأينا في الأيام الماضية الأيام السابقة منذ يومين كيف تم استقبال الطيب الصافي المدعو الطيب الصافي في تلك المنطقة، وهؤلاء لا شك أنهم لا يرضيهم أن يكون هناك توافق، ويسعدهم ويرضيهم أن يكون هناك تحريك لهذا التنظيم. وأخي الكريم، نحن عندنا دليل اليوم، عندنا دليل واقع اليوم في درنا، حقيقة اليوم في درنا أصبحت درنا اليوم معزولة منذ أسبوع، تم إغلاق الطريق على درنا في الوقت الذي من المفروض أن يكون الأنصار من يسمون الكرام يكونوا عونا لأهل درنا ضد الدواعش، رأيناهم اليوم كيف يقفون حجر عصرة أمامها وأمام القضاء على هذا التنظيم. نعم. ولهذا يغلقون الطرق على المدينة، يضيقون على الأهالي، لماذا؟ لأنهم يحاربون الدواعش حربا حقيقية، ورأينا كيف
قتلوا 4 من طيب سيد الحاسم ثوار مدينة البيضاء حينما رجعوا إلى مدينة البيضاء، وهؤلاء أيضا يخدمون هذا التنظيم كما قلنا بطريقة أو بأخرى. طيب سيد الحاسم، يعني سبق وتحدثت عن هذه الفكرة، دعني أنتقل لسيد العلاني. سيد العلاني، هل من خيارات للمساعدة يمكن أن تقوم بها دول الجوار لوقف تنامي مخاطر ما يعرف بتنظيم الدولة إذا ما تأخر بناء الدولة الليبية؟ يعني أعتقد أن هناك ربما مجهودان أساسيان، هناك مجهود داخلي محلي وهناك مجهود إقليمي من دول الجوار. يعني ماذا يمكن للليبيين أن يفعلوه أمام هذا الوضع المتنامي لخطر التيارات الإرهابية؟ فأعتقد أن المطلوب الآن من الليبيين 4 أشياء. أولا تكثيف الجهود للتصويت على حكومة السيد فايز السراج في أقرب وقت، وأعتقد أن المعلومات المتوافرة لحد الآن، وقد تحدثت إلى العديد من الليبيين من الطرفين، وهناك أمل كبير في المصادقة على هذه الحكومة في الأيام القادمة. المسألة الثانية، ثانيا المطلوب أيضا الشروع في تحديد الأماكن الجغرافية للتيارات الإرهابية سواء كانت من القاعدة أو من داعش لمحاربتها وإخراجها من ليبيا. يعني لازم يقع من الآن تحديد تلك الأماكن الجغرافية. ثالثا المطلوب أيضا ثالثا من الإخوة الليبيين الإسراع بتأمين حماية الحدود البرية والبحرية التي يمكن أن يتسرب منها الدواعش في ظل تصفية كبيرة لرموزها في العراق وسوريا. ورابعا لابد من وضع ميثاق وطني يلتزم به الجميع في التعايش والعمل المشترك. أما بخصوص البلدان الجوار ماذا يمكن أن يفعلوا لفائدة إخوانهم الليبيين، أعتقد أنه في يعني أهم شيء يمكن أن تفعله دول الجوار هو أن تقرب ذات البين بين الإخوة الليبيين، وثانيا أن توفر لهم المساعدات المستعجلة، وثالثا أن تتعاون معهم على المستوى الاستخباراتي، لأن ضرب الدواعش ليس أو ضرب التيارات الإرهابية ليس بالأمر السهل، وبالتالي المجهود المحلي وحده لا يكفي، المجهود الدولي أيضا مجرد ضربات جوية لا تكفي، ولكن أعتقد أن دول الجوار بإمكانها أن تقوم بالتعاون المشترك في المجال الاستخباراتي. بالتأكيد سيد العلاني، لأن هذا الخطر أيضا يهدد أمن هذه الدول. طيب سيد لملوم، كيف يمكن النظر إلى مستقبل عمل حكومة الوفاق في القضاء على هذا التنظيم إذا ما حظيت هذه الحكومة بالتأييد المحلي والدولي؟ بإمكان هذه الحكومة لو فعلا وصلت إلى مرحلة أنها حازت بثقة مجلس النواب وأعطيت الفرصة لأن تبدأ في معالجة ما الوضع الغير مستتب في ليبيا الآن، بإمكان هذه الحكومة بالاستعانة، ولا يمكن لهذه الحكومة إلا أن تستعين بالثوار الذين قاموا بثورة فبراير، فهؤلاء هم من يجيدون الحرب، هؤلاء هم من هم مدربون، هؤلاء هم من يتعاملون مع هذه المجموعات والقادرون على القضاء عليها، وبالتالي على السيد السراج أن يسرع في أن يحدث نوع من التفاهمات مع هؤلاء، لابد له أن يبدأ من الآن، وإلا الآن ضاع أكثر من أشهر كثيرة في سبيل أن تبدأ حكومة المجلس الرئاسي وحكومة السيد السراج في العمل داخل ليبيا. عليهم أن يبدأوا من الآن ولا ينتظروا مسألة موافقة البرلمان، لأن في نهاية الأمر حتى إذا تعطلت هذه الموافقة وحتى إذا تعطلت منح الثقة لحكومة السيد السراج لابد هناك عمل من أن ينجز، ولابد المجلس الرئاسي أن يتحرك، ولا أعتقد أن المجلس الرئاسي بحاجة إلى أن للدعم الكبير أو ينال ثقة مجلس النواب. طيب سيد لملوم، جزء من الاتفاق السياسي. طيب سيد شكري الحاسي، يعني في دقيقة إذا سمحت، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أكد استعداد الناتو لتقديم دعم لليبيا في مكافحة الإرهاب ومنع تحول البلاد إلى مكان لتعزيز قوة ما يعرف بتنظيم الدولة. برأيك ما هو الدعم المطلوب للليبيين في هذا الخصوص؟ في دقيقة إذا سمحت. هو أخي الكريم، لا شك أن هذا الدعم
هو ما يعني اذا ما تم التوافق على هذه الحكومه واذا تم جمع الاطراف السياسيه في ليبيا، لا شك ان هذه الحكومه ستعرف يعني ما والمتخصصون العسكريون لا شك انهم الذين ادرى بهذه القضايا ويعلمون ما هي الاشياء وما هي القضايا التي تحتاج الى دعم، ولا شك ان مساعده ما اذا كان ما بناء جيش ليبي ومساعدة الثوار، لأن نحن نعلم أن بناء الجيش يحتاج إلى فترات طويلة. وأنا أقول أخي كريم أن الثوار في ليبيا إذا ما تم هناك اعتراف حقيقي بهذه الحكومة، يعني لأننا نزلنا نرى أن هناك تراخي وهناك تسويف، ولازالت كوبلر لازال يقدم ويؤخر بعد أن اعترف البرلمان بالمئة واحد، ثم بعد ذلك يقول لابد لهذا الجسم الشرعي أن يعترف. فأظن أن لو كان المجتمع الدولي جاد أظن أن طيب. القضاء على هذا التنظيم ليس بالأمر الصعب طيب. إذا تم هناك اجتماع الكلمة في ليبيا أن هؤلاء الثوار سيقضون على هذا التنظيم طيب. وخاصة في مدينة سرت، ثم بعد ذلك تكون هناك بقايا. لا أظن أن هذا التنظيم سيكون له وجود داخل ليبيا طيب. ولكن نحن نقول أن هناك أخي الكريم هناك مؤامرة على ليبيا، لا شك أننا نسمع هذه التصريحات وانتقال القيادات من منطقة الشام إلى ليبيا، لا شك أنهم يعلمون الأسماء والأرقام. وضحت الفكرة سيد الحاسي وضحت الفكرة. بهذا نصل إلى ختام الملف 62. نشكر ضيفين عبر الهاتف من طرابلس الباحث في الجماعات الإسلامية سيد شكري الحاسي، ومن تونس الخبير في الجماعات الإسلامية علي العلاني، و ندعوك مجددا عبر سكايب من لندن ضيفنا الناشط مفتاح لملوم لأن تتفضل بالبقاء معنا. 60 متواصلة وفيها بعد الفاصل. مسرح قاعة الشهداء في مصراتة يحتضن الملتقى الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار زين زيهم. بدأت مدينة طرابلس في استقبال وفود دبلوماسية غربية بعد استلام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أعماله هناك، زيارة تعد الأولى من نوعها منذ مغادرة الهيئات الدبلوماسية البلاد عام 2014. نناقش دلالات هذه الزيارة مع ضيفين عبر سكايب من بروكسل الخبير في العلاقات العربية والأوروبية محمد رجاء بركات، وعبر سكايب أيضا من لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم. وقبل البدء في هذا النقاش ندعوكم من جديد لمتابعة هذا التقرير. بعد قرابة نحو سنتين من مغادرتهم البلاد عادت طرابلس لتستقبل الخميس دبلوماسيين غربيين، فقد وصل صباح الخميس إلى مطار معتيغا سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا للقاء أعضاء المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني في القاعدة البحرية بطرابلس. سفير بريطانيا لدى ليبيا بيتر ميليت عبر عن سعادته الكاملة بزيارته الأولى إلى العاصمة طرابلس، مضيفا في تغريدة له على حسابه الشخصي بتويتر أنه التقى أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وعبر عن دعم بلاده للجهود التي يقومون بها من أجل عودة الاستقرار إلى ليبيا. هذا وأكد السفير الإسباني لدى ليبيا خوسي أنطونيو بوردايو استعداد المجتمع الدولي كافة وإسبانيا خاصة لبدء دعم ليبيا، منوها إلى أن هناك الكثير من المصالح التي تجمع بين الليبيين والإسبان والأوروبيين. إن إسبانيا تدعم ليبيا منذ 20 شهرا مضى حينما بدأ الحوار السياسي، كما أنه سيجري إعادة فتح السفارة الإسبانية قريبا جدا، والشركات الإسبانية التي كانت قد عملت في ليبيا مسبقا ستعود للعمل من ليبيا ومع الشركاء الليبيين. على صعيد آخر أعرب كل من السفير الأمريكي لدى ليبيا بيتر بودي والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا جونثان واينر عن ارتياحهما للنجاح الذي حققته حكومة الوفاق الوطني في لقاء جمعهما بنائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني موسى الكوني في تونس. المسؤولان الأمريكيان أكدا أن واشنطن ستواصل عملها بشكل وثيق مع حكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا. وتأتي زيارة الدبلوماسيين الأوروبيين مؤشرا على قرب عودة التمثيل الدبلوماسي والنشاط الاقتصادي إلى ليبيا.
ونبدأ النقاش في هذا الملف مع سيد محمد رجائي بركات من بروكسل. سيد بركات، يعني إلى ما تشير زيارة عدد من الدبلوماسيين الغربيين إلى العاصمة طرابلس بعد غياب دام قرابة السنتين؟ طبعا هذا تأكيد على دعم دول الاتحاد الأوروبي لحكومة الوفاق الوطني. طبعا هذه الزيارة يعني سيكون لها نتائج داخليا في ليبيا وحتى خارجيا على مستوى دول الاتحاد الأوروبي. الآن هناك العديد من الأسئلة المطروحة حول مواقف أوروبا ومواقف الولايات المتحدة الأمريكية إزاء الأحداث في ليبيا. الآن خلال اليومين الماضيين شاركت في مؤتمر في بروكسل عنوانه نحو رسم خارطة سياسية أمنية جديدة لحوض البحر المتوسط. خلال هذا المؤتمر شارك فيه عدد كبير من المسؤولين الأوروبيين، منهم سيد بيير فيمون اللي كان الأمين العام السابق لقسم العمل الخارجي، يعني الرجل الثاني في السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وسيد موراتينوس وزير خارجية إسبانيا الأسبق. وعدد كبير من الشخصيات والمسؤولين. الخلاصة من هذا المؤتمر بشأن ليبيا فيما يتعلق بليبيا، يعني الكلام خاصة اللي قالته مساعدة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق السيدة تمارا كوفمان، تحدثت عن إعادة هيكلة المنطقة، إعادة رسم حدود الدول في المنطقة، تحدثت عن إمكانية تشكيل فيدرالية في ليبيا في حال عدم توصل الأطراف الليبية لاتفاق. هناك آخرون ممن طرحوا بعض الأفكار عن تدخل عسكري. أحد المشاركين قال أن هناك نحو 6,000 جندي أجنبي من دول أوروبية وفرنسا إيطاليا بريطانيا من 4 دول أوروبية موجودين على الأراضي الليبية. فبالتالي هناك توجه أعتقد أنه في حال عدم توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق، هناك توجه إلى تدخل عسكري في ليبيا. طيب سيد بركات، يعني كي نستثمر الوقت دعني أتحول بسؤال آخر للسيد لملوم. سيد لملوم، يعني هل يمكن أن يدفع وصول ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الكبرى إلى العاصمة طرابلس باتجاه منح الثقة لحكومة الوفاق من قبل البرلمان؟ هو الواقع الأمر هذه الزيارة هي لنفس الغرض، هي محاولة لإظهار الأوروبيين ومدى قلقهم على أن حكومة السراج إلى حد الآن لم تحظى بثقة البرلمان، وأنهم يدفعون البرلمان عليكم أن تعطوا هذه الحكومة لأننا نحن وراءها ونحميها ونحن معها وواقفون. وهذه رسالة واضحة للبرلمان. إذا لم يوافق البرلمان في مثل ما تفضل السيد بركات، هناك فعلا مشاريع كثيرة في أوروبا وهي نابعة من عدم فهم الحقيقي لما يجري في ليبيا وطبيعة الشعب الليبي. الحديث عن دولة فيدرالية هو حديث بعيد عن الواقع. ليبيا ليست فيدرالية، وأن من هم مع وحدة ليبيا في شرق ليبيا يتجاوزون 70 أو 80% من أهلنا في المنطقة الشرقية وفي الجنوبية كذلك. وبالتالي الحديث عن دولة فيدرالية لا أساس له من الصحة، وإنما هي أحلام يحاول البعض أن يسوقها للآخرين ويدعي أن هناك من يطالب باستقلال برقة أو بقيام فيدرالية. نحن جميعا ضد المركزية والشعب الليبي كله ضد المركزية، ولكن وحدة ليبيا لا أعتقد هناك من يساوم عليها ولا أعتقد هناك من يحمل. طيب سيد لملوم، نعم. طيب سيد بركات، يعني هل يتوقع أن تعقب زيارة سفراء بريطانيا وفرنسا وإسبانيا زيارات قادمة لسفراء دول أخرى؟ من المؤكد الآن إذا حل نوع من الاستقرار في ليبيا، عديد من سفراء الدول الأخرى سيتوجهوا إلى ليبيا. فالموضوع أنه زيارات هذه يعني هي زيارات تتكرر، ولكن ليبيا تبقى في نفس الوضع. يعني هذا ما ألاحظه أنا، الأطراف ما زالت على مواقفها متمسكة في مواقفها، والنفط الليبي ما زال يباع، وهناك شركات نفطية أجنبية تقوم ببيع النفط الليبي. يعني ما معنى ذلك أن هناك تمويل للأطراف المتنازعة في ليبيا. التخوف الأوروبي هو من انتقال الفوضى من بلاد الشام من سوريا والعراق إلى شمال إفريقيا إلى ليبيا وتونس.
وأيضا التخوف أيضا بسبب الهجرة من عن طريق ليبيا إلى دول الاتحاد الأوروبي. هناك نحو 800 ألف شخص لاجئ يمكن لهم عبور البحار والبحر المتوسط والذهاب إلى دول الاتحاد الأوروبي. فهذا هناك هذا التخوف، بالإضافة إلى تخوف دول الاتحاد الأوروبي من داعش وانتقال مسؤولين من داعش وأعداد من داعش إلى ليبيا، وطبعا هذا يشكل خطر، خطر كبير بالتأكيد. طيب سيد لملوم، هل من شأن عودة التمثيل الدبلوماسي إلى البلاد أن يعكس دور ملموس في تسريع عملية الدعم الذي أعلنه المجتمع الدولي؟ بكل تأكيد، والمجتمع الدولي يعني دوافع هذه الزيارات والعمل على عودة السفراء وفتح السفارات في ليبيا هو للتأكيد على مدى قلق المجتمع الدولي والأوروبي بوجه خاص من الوضع في ليبيا، لأن ليبيا هي الشاطئ الجنوبي لأوروبا، وبالتالي هي على مرمى حجر من دعوة. أي عدم استقرار في ليبيا سيؤثر بكل تأكيد على الساحل أوروبا الجنوبية، وهذه هي أوروبا الجنوبية هي مدخل للقارة الأوروبية بكاملها، ولا أعتقد أن الأوروبيين سيسمحون بذلك. لازم الأمر، أنا أخشى ما أخشى أن العالم في نهاية الأمر قد، ولازالت ليبيا تحت البند السابع، قد يلجأ في الأخير إلى التدخل العسكري شئنا أم أبينا، وهذا ما يجب أن نقاومه من الآن بأن يعود كل من يعطل الاتفاق السياسي إلى رشده ويعمل على أن تتجاوز هذه المحنة. واضح. أخيرا سيد بركات، يعني ما هي الظروف التي قد تسرع من عودة الدبلوماسيين أو دبلوماسي أو دبلوماسي الدول الغربية إلى العمل من جديد داخل البلاد باختصار إذا سمحت؟ باختصار هو توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق، وبدأ حكومة السيد السراج عملها، فبالتالي هذا سيشجع الجميع على العمل. ولكن ما قاله الزميل باحتمال التدخل العسكري هذا شيء وارد وأصبح الآن وارد جدا، فبالتالي يجب أن تكون هناك صحوة لدى المسؤولين الليبيين من ولا دا مختلف الأطراف الليبية للعمل على تجنب أمرا كهذا. فبالتالي أشكرك. إذن بهذا نصل إلى ختام الملف 63. نشكر ضيفينا عبر سكايب الخبير في العلاقات العربية والأوروبية السيد محمد رجائي بركات الذي حدثنا من بروكسل، ورفقنا منذ بداية هذه الحلقة عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم. شكرا لكما، وستون ما زالت متواصلة. نظمت مدينة مصراتة الملتقى الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أثثت بمسابقات ومعرض للفنون. وأكد منظمو الملتقى أنه يهدف إلى دمج هذه الفئة في المجتمع وتسليط الضوء على ما يملكه ذو الاحتياجات الخاصة من قدرات إبداعية. كاميرا قناة ليبيا لكل الأحرار كانت حاضرة بمسرح قاعة الشهداء بمصراتة ورصدت جانبا من هذا الملتقى. تحت شعار زين زيهم شهد مسرح قاعة الشهداء بمدينة مصراتة الملتقى الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة برعاية مستشفى الشرق بالمدينة مسابقات ومعرض للفنون لذوي الاحتياجات الخاصة احتضنها الملتقى الذي شاركت فيه فرقتا بجوهة الشعبية من طرابلس ونور الحياة من مصراتة. وأكد منظمو الملتقى أنهم يهدفون إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع فضلا عن إبراز مواهبهم في مختلف الفنون. حبينا نقوله من خلال الملتقى الثاني زينا زيهم بأن ذوي الاحتياجات الخاصة ليست عاهة وليست عبء على المجتمع، بل هي طاقة وبل هي إضافة للمجتمع الليبي. كما أوضح القائمون أن من بين أهدافهم جمع ذوي الاحتياجات الخاصة في مكان واحد للتعرف على بعضهم ومناقشة مشاكلهم، بالإضافة إلى تقديم أعمالهم الفنية والأدبية. حابين وصلوا رسالة لكل أفراد المجتمع بأن يعني زينا زيهم، ما فيش فرق، كلنا بشر، وبالعكس يعني هم يعني ممكن يكونوا أفضل منا. من جانبها اعتبرت أسر ذوي الاحتياجات الخاصة أن الاحتفال بأبنائهم لا يعني يوما للفرح والمرح بقدر ما يؤكد أن هناك إحساسا بهذه الفئة بالمجتمع.
اليوم هذا زي ما يعنينا احنا زي ما يعني لاولادنا، يعني مادام حاجه تفرح وتسعد اولادنا احنا تسعدنا، واكيد هيك مش حيحسوا بالفرق، لان في معظم اوقاتهم محصورين في زاويه معينه، يجيهم اليوم هذا يرد لهم اعتبار. منظمو الملتقى أكدوا أملهم في أن يكون الملتقى الثالث القادم لذوي الاحتياجات الخاصة أكثر من يوم واحد، وأن يشهد دورات توعوية توضح للمجتمع الدور الإيجابي لهذه الشريحة في الحياة. وللحديث في تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مصراتة مدير المكتب الإعلامي بمستشفى الشرق في المدينة أم ياسين. سيدة أم ياسين، بداية حدثينا أكثر عن هذا الملتقى، وهل تحققت الغاية المرجوة من إقامته؟ السلام عليكم سيدي فاضل. وعليكم السلام، أهلا بك. كل أسرة البرنامج أولا وكل مستمعينا الكرام. طبعا الملتقى الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة برعاية مستشفى الشرق جاءت بتوصيات وحرص إدارة المستشفى الاهتمام بالحالات الإنسانية وخصوصا هذه الشريحة، وبمحض الصدفة كنا أحد المنظمين للملتقى الأول بمدينة مصراتة لذوي الاحتياجات الخاصة. الملتقى الأول لقى الحمد لله العديد من النجاح والوصول إلى كل أهداف التي فضونا إليها، والملتقى الثاني الحمد لله وبفضل من الله عز وجل إن وصلنا لأهدافنا، بس نحاولوا إن نحن في الملتقيات الجاية إن تكون هناك حملة توعوية. طيب سيدة أم ياسين، كيف يمكن أن تسهم هذه الملتقيات في تكيف ذوي الاحتياجات الخاصة مع المجتمع بشكل ناجح؟ ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم العديد من الأمال والتطلعات والطموحات، والأداء بالنسبة للمجالات المختلفة التي تعمل بها هذه الشريحة. الملتقيات هذه من خلالها نبرز المواهب سواء في الرسم والأعمال اليدوية والحرفية والإلقاء، فكان العديد من المشاركين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الملتقى الأول، وبمتابعتهم في منهم من أصبح مذيعا، في منهم حاول أن هو ينخرط في مجال الإلقاء، وإن شاء الله حتى في الأسابيع القادمة ممكن أن هو يطلع عبر إذاعات مسموعة في حالات طيب. عندها مواهب نقدر ان احنا من خلال تسليط الضوء هذا ان احنا نساعدوهم، وان في شخص طيب. يشوف الموهبه نتاعهم ويقدر يتواصل معهم في الجدال. طيب سيدة أم ياسين، للأسف الوقت أدركنا، شكرا جزيلا لك سيدة أم ياسين. وبهذا مشاهدين الكرام نصل إلى نهاية ستون لهذا الأسبوع، وقبل الختام نعود ونذكر بأبرز ما جاء فيه. ترقب محلي ودولي لانعقاد مجلس النواب الأسبوع المقبل من أجل منح الثقة لحكومة الوفاق. ما يعرف بتنظيم الدولة يشن هجمات على بوابة إزدادة ومنطقتي القلعة وبن جواد، وتحذيرات دولية من ارتفاع عدد عناصر التنظيم في ليبيا إلى 6000. بعد قرابة سنتين من العمل خارج ليبيا، سفراء غربيون يزورون طرابلس ووعود بإعادة فتح سفارات بلدانهم في القريب العاجل. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة، دمتم في أمان الله ورعايته.